خريجو المهن الطبية يتظاهرون في بغداد ويطالبون بالتعيين. أهالي بعض المناطق في ديالى يشكون من انقطاع الماء والجفاف منذ شهرين ويطالبون بوضع الحلول الجادة. الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في ذي قار تشهد إقبال واسع على إضافة منظومات الغاز للسيارات بدلا من البنزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا الآن على شاشة الفرات الفضائية وأيضا على المنصات اللي تظهر أمامكم على الشاشة. البداية من التظاهرات اللي شهدتها العاصمة بغداد وتحديدا بوابات المنطقة الخضراء من قبل أصحاب وخريجو المهن الطبية والصحية المطالبين بالتعيين ضمن الدوائر الصحية والمؤسسات الطبية. نعرف بالمرحلة الأخيرة من بداية الجائحة صار ضغط على الكوادر الصحية والطبية، وبالتالي بالفعل لابد من رفض الكوادر القديمة بكادر شاب يتدرب يكتسب الخبرة المناسبة للعمل بهذا القطاع المهم والحيوي. الأمر الأخير أو الآخر، نعرف أنه أغلب من يدخلون لهذه المعاهد أو المدارس أو الإعداديات الطبية والصحية عندهم رغبة بالمهنة أولا، ثانيا يردون يتعينون، فبالتالي يعوفون إكمال الدراسة بالتخصصات الأخرى ويروحون إلى معهد طبي أو إعدادية تمريض لحاجتهم الماسة إلى التعيين، لأنه بعضهم ما عنده راتب. بعد التظاهرات تواصلنا مع الأخوة ممثلين شريحة المهن الطبية، أكدوا أنه أكو موافقة أولية على شمولهم بالتعيينات وحل مشكلتهم أو مشاكلهم. نبارك لهم وندعو إلى حل بقية المشاكل اللي تتعلق بالخريجين من مختلف التخصصات. بحسب الأخبار الأولية هذه قائمة للي شملتها الموافقة على التعيينات لكليات المشمولة بالتعيين المركزي للجامعات الأهلية والحكومية الصباحية والمسائية، اللي هي كلية الطب العام، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، تمريض، تقنيات التخدير، تقنيات البصريات، تقنيات صناعة الأسنان، المختبرات الطبية، تقنيات الأدلة الجنائية، تقنيات الأشعة، معهد الصحة العالي، معهد تقنيات الإدارة الصحية، معهد تقنيات الصيدلة، معهد صحة المجتمع، معهد تمريض، معهد الإسعافات، المعهد الطبي، المختبرات الطبية، المعهد الطبي فحص البصر، المعهد الطبي الأدلة الجنائية، وكافة أقسام المعهد الطبي وكافة أقسام التقنية الطبية. كليات العلوم أيضا مشمولة، كليات العلوم أيضا والأقسام الساندة نسبة التعيين 25% زائد درجات الحذف والاستحداث حسب ما وصلنا من الأخوة اللي هم ممثلي التظاهرات. الآن المفروض يكون معانا حسام صاحب ممثل تظاهرات خريجي المحافظة. حسام أهلا بك. حياك الله ست. اهلا حسام، انتم الخريجين التربويين لو خريجي كل التخصصات؟ احنا ست الخريجين التربويين اللي صار لنا اكثر من سنه ونص على تظاهراتنا واعتصاماتنا دون اي حلول، بس مجرد تسويف ومماطله من قبل الحكومه المحليه والمركزيه. زين، سولف لنا عن تظاهراتكم. احنا تظاهراتنا تقريبا اللي صارت مر عليها اكثر من سنه ونص على قلق تربيه وقطع الجسور وقلق ديوان المحافظه، وصارت عندنا تظاهرات مركزيه قبل فتره. فاحنا اليوم اللي مطلب مالتنا اللي رفعناه للامانه المجلس الوزراء، المجلس النواب، وزاره التربيه جاي يواجه بالرفض. فاحنا اليوم لا نائب متبني الموضوع مالتنا، لا وزير، لا محافظ، لا امين عام، رئيس الوزراء قابلناه بدون اي حلول صارت لنا. احنا اليوم نشوف شريحه المهن الطبيه صار لهم اليوم نشوف المحاضرين درجه وقانون الامن الغذائي اكو فئات وين درجه، فقط الخريجين التربويين دون اي حلول. يعني احنا شنو مصيرنا؟ صار لنا سنه ونص نظاهر بالشوارع، يعني اكو خريج ما عنده الربع وين يروح مثلا؟ فاليوم احنا نطالب مجلس الوزراء، نطالب من مجلس النواب، احنا نريد عقد بخدمه محاضر، حالنا حال غيرنا يتعاقدون ويانا، مجلس النواب يشرع لنا قرار، اليوم احنا النواب عتبنا عليهم.
انا النواب مال محافظه ذيقار 19 نائب بالثقه بهم واحد واحد، ولا نائب اليوم راح الى مجلس الوزراء الى مجلس النواب وقال الخريجين التربويين فئه مظلومه، نحد ذكرهم نحد سعادهم، خلي اني اتبنى الموضوع مالته. ما شفنا واحد من النواب. انا احكي على نواب ذيقار. زين. احنا اليوم مطلبنا ست مشروع، احنا اما تعيين عن طريق درجات الحذف الاستحداث يخصصون فقط للخريجين التربويين او يتخذون ويانا يعني قرار مثل حال المحاضرة. ايش قد اعدادكم حسام؟ احنا تقريبا نتجاوز ال 50,000 في عموم الاعراب. سابقا شنو ابرز المطالب اللي رفعتوها؟ ابرز المطالب اللي رفعناها هو التعاقد معنا بصفه محاضر وتعديل الفقره الخامسه من قرار 130، هاي الفقره المجحفه اللي تمنع جاي تواجه بالرفض. كل كتاب اللي جاي الرفعه جاي يواجه بالرفض بسبب الفقره الخامسه من قرار 130 اللي تعاقدوا به ويا المحاضرين. زين. انتوا عندكم وقفه راح تكون يوم الخميس؟ احنا الخميس راح تكون عندنا وقفه بالمحافظات، لكن احنا جاي نحدد الى مظاهره مركزيه. نعم. شو وقت هذه؟ ان شاء الله يتم تحديد المظاهره المركزيه يوم الجمعه، وان شاء الله راح تكون امام مجلس الوزراء. انتم خلال هذه الفتره اللي راحت صارت اكو تعيينات ضمن وجبتكم؟ لا ابد، احنا ما اجتنا ولا احنا فقط في الرصافه الثالثه انفتح تقديم بصفه محاضر مجاني. ولحد الان ما مباشرين، فقط اخذوا معاملات. زين. حاب توجه رساله؟ والله احنا رسالتنا الى الحكومه الرشيده نقفهم يابا، احنا خريجين التربويين وصلنا الى مرحله الياس بعد، فجاي نشوف يعني المحاضرين، جاي نشوف فئات اخرى اللي جاي تتعين، اللي جاي تتضمن القوانين، فقط احنا ما جاي نحصل شيء. انتم عندكم نقص مدارسكم صح؟ نقص موجود، نعم، انا اليوم مستلم كتاب من مديرية التربية مال محافظة ذيقار، نقص بها 22,000 كوادر إدارية والتربوية. زين. محافظة النجف بها 13,000 نقص. فاحنا اليوم إذا ما صارت لنا حلول راح نتجه إلى غلق وزارة التربية. زين، أنتم خلال هذه الفترة قلت لي ما شملتكم أي تعيينات؟ لا ماكو اي تعيينات، ما اجتنا اي تعيينات لحد الان، صار لنا سنه ونص. انتم سنه ونص تتظاهرون؟ دون اي حلول. سنه ونص تتظاهرون؟ نعم سنه ونص. شكرا لك حسام. حياك. شكرا. مناشد عبر الهاتف ايضا. السلام عليكم. اهلا امير. اهلا امير. امير موجود؟ أمير أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. السبرة. أهلا أمير. نشكر قناة الفرات وهوى عراق. صوت هوى عراق على سرعة المناشدة، وشكر للكادر الخاص قناة آفاق. قناة الفرات. البارحة احنا ناشدنا القناة وإن شاء الله اليوم استجابة. أمير بس أصحح لك، احنا قناة الفرات صوت عراقي. ها الفرات. نعم. تفضل. شكرا على الاستضافه قناه الفرات. اهلا بك والكادر المحترم. شكرا. تستبرا. نعم. ناشدنا احنا البارحه وانتم مشكورين على جهودكم يعني، وسرعه الاستضافه والصوت الحر، الاعلام ان شاء الله الحر استجاب لنا. تفضل، شنو المشكله كانت؟ المشكله احنا نقابه ساقي تيك تيك، نقابه مستقله كونا من عدد اشخاص 15 او 16 نفر. المعاناه اللي جاي نعانيها من منتسبي والسيطرات مال القوات الامنيه. نعم. انتوا هاي النقابه شنو جديده؟ نقابه احنا تكوننا من 2020. فاحنا شنو اهداف النقابه؟ اهداف النقابه نريد ننظم هاي الشباب، نريد نحتويها، نريد نسيطر على الشارع، لان مثل ما يقولون الاعداد صارت كبيره والخربطه جاي تصير بالشارع هواي. بصراحه اي. اي زين. وعلينا الحكومه احنا ما جاي تحتوى هاي الشباب. طبعا اذا اكو ماكو فرص عمل وبطاله، فالشاب يعني يقول لك انا الجا الى توك توك على اعتبار اقدر اشتريها، وبنفس الوقت اقدر يعني نقدر نشتريها، نقدر نعيش بيها. نقدر نعيش بيها. بس احنا عندنا مطالب.
أريد من خلال صوتكم قناة الفرات هو عراق. صوت عراقي. نعم. صوت عراق. أريد نوصلهم. قول. أولاً إحنا نريد إجازة السوق تكون سائق التكتك عمره 18 سنة. زين. ثانياً محاسبة المخالفين فقط بالشارع. ثالثاً أنا من شلون تريدني أتميز من أنا شد رقم والما شد رقم نفس المحاسبة جاي تحاسبون. زين. الشاد رقم والما شاد رقم اثنينهم جايين حجون ورا الستة. احنا البارحة كان عندنا لقاء ويا مدير المرور المحترم والاستاذ سيد العميد لواء طارق وان شاء الله حطينا ذن النقاط. الوحيد اللي استقبلنا مديرية المرور. زين. انتوا النقابة هذه يعني شنو اللي سويتوا خلال هذه الفترة؟ احنا هاي النقابة طلعنا اكثر من مظاهرات لتخفيف الرسوم الارقام. عندنا توعيات اجتماعية نوع الشباب. ما راضين الجاي يصير بالشارع. نريد الجهات الامنية تتعاون ويانا. يعني انتوا مقابلين على هاي النظرة اللي هي تقريبا مش هتساعدنا. احنا نريد نغير صورة عن سائقي التكتك. لان هسه يعني جاي يصير شغلات مثل ما حد يرضى بيها. صح. وجاي احنا نتحارب الناس اللي على باب الله جاي نقطع رزقنا بسبب الكم واحد. صح. ايش قد عوائل عايشة على التوك توك؟ هواي عوائل عايشة على التيك توك واحنا ناس متضررين يعني مثل ما يقول الله وكيلك يعني هي هاي المصدر الوحيد هسه احنا جيش مال ناس عاطلين عن العمل. نعم صحيح. زين وعليه انتم هسه شو تريدون؟ احنا نريد من يومكم تستضيفونا بالقناه حتى نوصل صوتنا بعد اكثر ونريد نحكي عندنا خطوات اساسيه اكمل لك اياهن. نعم قول امير قول. اي احنا شغلاتنا نريد نطبق التكتك بالقانون. احنا جاي يصير علينا تجاوزات المنتسب اللي يوقف بالسيطره هل من الى الحق يمد ايده علي ويتجاوز علي ويضربني؟ زين المنتسبين بالسيطرات جاي يتجاوزون على التكتك، احنا نريد نصبوا بالتكتك بالقانون. حتى تطمئنون بعد انه ما تصير مشاكل، اذا انتم مقصرين تتحاسبوا. ونعيش بسلام ببلدنا، نعيش بكرامتنا. كرامتكم محفوظه ان شاء الله. زين امير. رحم الله والديك. عندك شيء بعد تضيفه؟ انت عندك اسئله تسالين عليها. انت عندك بعد شيء تضيفه؟ عندك شيء تضيفه بعد؟ بعد عندي شيء اضيفه؟ اي حاب تقول شيء انت عبر البرنامج لاهل التيك توك مثلا. للشارع شو تقول؟ من يومكم صوت عراق من قناه الفرات بان تستضيفونا بالقناه حتى نوصل صوتنا اكثر ويصير اللقاء ارتب من هذا الحكي لان انا هسه يعني يم الحلاق و جائزين وصفر علي ومشكور من يمه لحسن تعامله ويانا وسرعه المناقشه. هذا واجبنا امير ان شاء الله تكون ويانا هنا بالبرنامج ان شاء الله. قناه الفرات صوت الحر. شكرا لك. رحمه الله على والديك. شكرا والديك الرحمه ان شاء الله. شكرا. أمجد شاب عراقي من كركوك يعاني من مرض يتلقى العلاج في الهند لكن عنده مشاكل راح نتابع وياه. بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ 11/6/2022 أنا المواطن أنت إسماعيل حسن من أهالي كركوك. ما بقى عندي غير الله وأنت معي كركوك. حجزت بالهند لا أقدر أرجع طيارة لان مو زين اموت بالطياره لان ضغط جوي واكسجين ماكو. اخذت جهاز اكسجين طوني المستشفى سجلته واشتريناه وهسه كل مره اروح المستشفى فحوصات وكذا. سبق وان ذهبت لهند مرتين واهلي نبهوا بس بعد فتره في هاي المرتين وهاي المره الثالثه زراعات رايتين اجينا وطلع غير المتوقع 150 ورقة فقط
فحوصات وانشليت شلل تام، ما اقدر امشي حاليا على عربانه، يعني نص حياتي على عربانه. فالعمليه تكلف مبلغه، كلش مبلغه تكلف، من دفاتر ونص فقط اجور العمليه، حتى احصل رئتين وازرع رئتين باذن الله. فهلكم اخوك، انا شفتكم اخوكم، اني ابنكم واخوكم، تحسبوني حسبوني. والله متت كانت نبز اخويا الطيب، انت سبق وانا وين ساعدتني وقفت وياي، بس هالمره هاي اريد الوقفه الجاده. احمد والدي لا تعرفوني، والله متت لا اقدر اتنفس، تعبت حيل، تعبت بشكل مو طبيعي، راح اموت والله العظيم، باليوم اموت الف موت. مشكلة المياه بشكل عام في العراق تحتاج إلى حلول جدية وجذرية، ولكن بعض المناطق وصلت بها المشكلة إلى مياه الإسالة، وهذا حال بعض مناطق ديالة اللي يعاني أهلها من انقطاع المياه منذ أشهر. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اليوم جولتنا بخصوص انقطاع المي في مناطق التحرير، راح نلتقي بعدد من المواطنين لبيان أسباب انقطاع المي، وخاصة في هذا الفصل، فصل الصيف الحار. السلام عليكم. شنو اسباب انقطاع المي وشيد صار لكم تعانون من انقطاع المي؟ والله استاذ الاسباب مجهوله، وسبب الانقطاع ما حد يعرفه، بس المده صار اكثر من شهرين احنا نعاني من هاي الازمه، والناس عايشه على المقاطير، وانتم شفتوا بعدكم اتجولتوا بالمنطقه وشفتوا ناس حفرت ابار، وناس قفلت بيوتها وطلعت، وناس كتبت الدار للبيع وناشدوا وما خلوا باب ما طرقوه، طرقنا جميع ابواب المسؤولين من محافظ من نواب، ما حد استجاب. الناشد منا يضخونا يوم شهر يقطعونه، وهاي المعاناة انتم صورتوا وشفتوا. شنو الاسباب يقولوا لكم؟ شنو الاسباب الانقطاع؟ الاسباب ما مجهوله، التحرير احنا ما نبعد عن التحرير، مجرد البزل يفصلنا، تروح هناك المناطق ذيك ترش بالابواب، واحنا ناس مي ساله مي سبع ماكو، الناس حتى الاطفال تمرضت امراض جلديه، جدري ناس بها صارت من وراء مي الخريسان، لان اكثر درجه يجي مياه ملوثه بها اشكال الحشرات، وهاي هي يعني الناس عايشه بالقدره. واخر يعني اخر الحلول، يعني اذا ما سووا حل احنا ناخذ موافقات امنيه، ومن حقنا كفلنا الدستور انه نتظاهر امام المحافظ ونطالب حقوقنا بعد ما نسكت، لان هاي الازمه ما تنحل، صار 6 شهور واكثر الناس تعاني من هذا الشيء، فهاي مناشده اخيره، وطلقنا قلت لك يعني جميع الابواب وما ماكو استجابه. يعني لاحظ انه اغلب المنازل كاتبين انه دار للبيع. الاسباب هو طبعا تعرف البيت اللي ما بي مي ما بي معيشه، فاكثر الناس هي ما عندها مي، فاكيد يكتب الدار للبيع ويطلع من هاي المنطقه. انا من الناس هسه يعني بيتي نص سعر ابيعه واطلع من هاي المنطقه. السبب قلت لك هي المشاريع، نروح على المشاريع، المشروع يقول انا داضخ لك وما دا يوصلك، وهو للعلم ذيك الفتره نقول كان الجو بارد، موجود مي عندنا طبيعي حالنا حال باقي المناطق. يعني خدمات احنا يعني الكهرباء ما ننكره هو حاله حال باقي المناطق، فقط المي، يعني احنا ما طالبين التبليط ولا طالبين المجاري، لان كلها زراعي، يعني احنا مركز محافظه، واللي دا يصير بينا دا يصير، طبعا ما يبعد عن المحافظه 3 كيلومتر. كم عدد المنازل وشلون حياتكم اليوميه؟ والله حياتنا اليوميه هي على التناكر، على اساس خصصوا لنا تناكر حكوميه يوم واحد بالاسبوع، واصلا ما نشوفهم. اما الباقي كله مشترى، يعني نشتري، يجينا ابو تنكر يوزع، طبعا كله بفلوس، انا اقدر اشتري غيري ما يقدر يشتري. ومقاطير، يعني المقاطير دي تجي المي وضعها تعبان كلش، ممكن رخيص مرات، بس اللي تتاذى العائله العراقيه اللي ساكنه هنا، يعني مع الاسف احنا نقول احنا عراقيين، اللي هو ابسط حق انه هو مي ماكو. يقولون خريسان ما بيها مي، لا والله بيها مي وتقدر تروح تصورها، بس السبب انه المشروع اذا دخل هاي المنطقه فبعد لا مخطره ولا تنكر، فتروح استفادته. عدد المنازل انه بهاي المنطقه؟ عدد المنازل اكثر من 1000 عائله، ودا تشوف انت اكو يعني العالم، يعني من تشوف اكو مي وتشوف خدمات تقوم تباشر تبني اكثر، فهو الامانه موجود اكثر من 1000 عائله، يعني ما اقدر اقول 2000 او 3000، لا 1500 الى 1000 عائله ساكنه بهاي المنطقه. والله الناشد الحكومه العراقيه، ناشد حكومه محافظه دياله، ان بس ينتبه على هاي الاطفال، ينتبه على النساء. والله يا عزيزي يعني ابو المقطوره من يجي والله العظيم مره تركض وراه شايله جليكان، يعني يقول له نفط مو مي. فاحنا نناشدهم بس يشوفون لنا صوره حل بخط ناقل لهاي المنطقه، وكل شيء بعد عداه ما نريد. شكرا. يا
يعني بالتأكيد مع ارتفاع درجات الحرارة تبدأ الأزمات بمحافظة ديالى، تلاحظ أنه أزمة المي، أزمة الكهرباء، أزمات كثيرة أنه بمحافظة ديالى. هذه المنطقة الزراعية، المنطقة الزراعية عدد سكانها تقريبا أكثر من 1000 عائلة، لكن يعانون منذ أكثر من شهر من هذه الأزمة. إلى هنا وصلنا وإياكم في نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بجولات أخرى. من ذي قار عندنا مناشدة تخص حالة شاب عباس اللي يعاني من مرض، وهناك حملة لجمع تبرعات لعلاج هذا الشاب. معانا سيد ياسر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. شنو وضع الشاب عباس؟ وضع الشاب عباس يرثى له، حالة يرثى لها. عباس يبلغ من العمر 15 عام، على هذه الحالة 7 أشهر أثر حادث وجه على طريق سيد دخيل. صار عنده تخثر براسه، ويعني اغلب الصور انتشرت بالتواصل الاجتماعي والاغلبيه شافوا الصور، وحالته يرثى لها. نعم. هو شقد عمره تقريبا؟ عمر الشاب 15 سنه. شنو المشكله اللي عنده بالضبط؟ بالضبط تخثر صاير براسه، وعنده ضربات يعني جسمه مكسر من سيقانه، وهواي يكسر براسه. يعني المشكله الاصعب هسه صار تخثر براسه وفاقد للوعي. يعني وشنو متعرض للحادث؟ الحادث حادث مؤسم، مؤسم قلت على طريق سيد الخيل. ايش قد يحتاج تقريبا المبلغ؟ تكلفه العمليه 30 مليون وبتركيا. زين، يعني بالعراق ما إلى علاج؟ ما إلى حسن ما يعني اللي خصص عليه الدكتور اللي أخذوه إلى خصص له العملية ب30 مليون، والمكان مالتها التركية. زين، حضرتك أحد أعضاء الحملة لجمع تبرعات لعلاج هذا الشاب؟ حضرتي أحد أعضاء جمعية الألف دينار الخيرية اللي هي سيد دخيل، وما قصروا شباب سيد دخيل وشباب الناصرية أيضا هم طبعا سوينا اعلام، احنا سوينا اعلام لهذا الشاب، وانتشر هذا على التواصل الاجتماعي من خلال البيجات من عندهم ضرغام ومن عندهم لؤي ومن عندهم حسان ابو كوثر، وهواي يعني لا قصور للشباب سيد خيل، وكلش هواي انتشر هذا التواصل الاجتماعي. زين، اذا حاب توجه مناشده تفضل. اي والله، الناشد الناس الخير، الناشده الناصريه الغياره، وهم سباقين من هذه الافعال، الافعال الخير، انه يتزعون لاخوهم الشاب عباس يبلغ من العمر 15 عام على هذه الحاله 7 أشهر فاقد الوعي، عمليته تكلف 30 مليون بتركيا، وناشد الناس الخيره، ناشد اهل الغيره، يفزعون كانما يجعل هذا ابنه هو. طيب. وإن شاء الله خير. أنا أشكرك. من ذي قار نتابع إقبال أصحاب المركبات على ربط منظومات الغاز بدل عن البنزين. تستمر كوادرنا في فرع ذي قار بإضافة المنظومات الغاز السائل للمركبات التي تعمل بوقود البنزين، حيث يتم العمل فيها على وقود الغاز النفط المسال. طبعا المشروع مستمر وبشكل متزايد شهر عن شهر، احنا في تزايد في إقبال واسع من قبل المواطنين، نتيجة لأنه هذا المشروع بصراحة له عدة جوانب، جانب فني وجانب بيئي وجانب اقتصادي. فيما يخص الجانب الفني،
أكدت البحوث العالمية والبحوث المحلية أنه استخدام الـ LPG في محركات الاحتراق الداخلي له عدة جوانب، فيما يخص العمر التشغيلي للمحرك، فيما يخص استبدال فترة استبدال الزيت، بالإضافة للأمور الأخرى التي تخص الأجزاء الداخلية للمحرك. المنظومة تجي 4 سلندر و6 سلندر و8 سلندر حسب نوع السيارة. من ناحية الفنية الغاز LPG غاز متوفر محلي عالي الأوكتان، عالي الأوكتان يصل الأوكتان مالته إلى 120 مقارنة بالبنزين المحسن، يعني البنزين المحسن 95، ادفانز ماكو أغلب السواق أنه هاي الرغبة الشديدة عندها بالإقبال أنه ادفانز ماكو، إضافة إلى سعر لتر الغاز، سعر لتر الغاز 200 دينار، وهاي الفترة يعني إقبال واسع على إضافة المنظومات، معدل إنتاجنا يصل إلى 4 سيارات باليوم، والحجوزات واصلة يعني تقريبا الشهر الثامن وعابرة. المنظومة مؤمنة بها معامل أمان جدا عالي، عندنا الخزان به 5 صمامات أمان، يعني إذا حرارة عالية مفاجئ أكو صمام يعالجة، إذا كهربائية أو فتشي أكو صمام كهربائي، أكو صمام يدوي يعزل الغاز، فمؤمنة جدا مؤمنة بها الخزان به شهادة فحص عالمية. سيارتي كانت بنزين حولتها غاز، والحمد لله والشكر على الغاز، استقرت السياره لا ادوانس لا شيء، كان بنزين تعبان، لان وصل فيها مالت البنزين 450، هذا الغاز 200، يعني نفس الفرق، يعني نفس الصرف، من تمشي بالسياره نفس الصرف، تصرف غاز تصرف بنزين اكو فرق، يعني وين تحط انت ب 8000 دينار وين تحط ب 25000. السياره مرتاحه زين، حتى التبريد مالها يختلف عن البنزين، حماوة ما بيها، السيارة مستقرة، الكادر من جيت هنا حولت الكادر الحمد لله والشكر، اخواننا طيبين وخوش ولد وحبابين، ويعني متقل سوي له هاي الشغلة، يعني واحد يركض عن الثاني. من ضفت يعني لمست شيء يعني فرق كبير كلش، بأن منظومة عالمية معترف بها ومعمول بها بكل دول العالم، ومنظومة اقتصادية، وفرق كبير يعني عن البنزين، سيارة مرتاحة وخفيفة، وبالتبريد بنزين، بالتبريد بالغاز دوانز ماكو، ويعني منظومة مرتبة كلش. وأنصح السواق حتى بالصرفية يعني مقارنة بالبنزين 450 البنزين سعر اللتر، الغاز 200، فأنصح يعني كل السواق يعني بلا يتردد. متابعتكم، سلام عليكم ورحمة الله.